المحاضرة الرابعة بعنوان Constructions of String Gauges، والمقصود بيها عملية تصميم توصيل الستريم جيج في البريدج عشان أقدر أوصل منها للهدف اللي أنا عايزه. هنشوف أول حاجة دلوقتي بالنسبة لي إن هو الشكل بتاع الستريم جيج بريدج. الستريم جيج بريدج بتتكون في الأساس عندي زي ما احنا قلنا من أربع مقاومات، اللي هي R1 R2 R3 R4. R1 R2 متوصلين مع بعض، وR2 مع R3 وR3 مع R4 وR4 مع R1. يعني في عندي أربع نودز، اللي هي النود بين 1 و2، بين R1 و R2 هنسميها نود 1 و2، وبين R2 و R3 هنسميها نود 2 و3، وهكذا نود 3 4 و4 1. ألاحظ أنا لو هستخدم فول بريدج فهي تبقى دايرة عندي زي ما هي كده، اللي هي المقصود بفول بريدج طبعا زي ما احنا عرفنا اللي هي استخدم فيها اربع قطع سترين جيج على اربع ارم بتوع ويستون بريدج، والمعادله بتاعتي اللي هي معادله الريزلتنت سترين اللي هي ايبسون 1 ناقص ايبسون 2 زائد ايبسون 3 ناقص ايبسون 4 اللي هي مكتوبه قدامنا. لو هستخدم هاف بريدج هلاقي ان النود اللي هي 3 4 دي مش هتبقى موجوده عندي. ليه؟ هيبقى عندي السترين 1 والسترين 2، وبالتالي النود بين 3 و 4 دي مش موجوده، لان مفيش عندي السترنج جيجز 3 و 4، دول هيبقوا ريزيستورز موجوده جوه الجهاز، وبالتالي النود 3 دي بتختفي، وبالتالي بتلاقي الكابل اللي هو بتوصل بالجهاز بيبقى كابل فيه ليه اربع سلوك بالالوان اللي هي البيضه والصفراء والزرقاء والحمراء. ما بتوصلش خالص الكابل الاحمر او السلك الاحمر لما بيكون انا بشتغل هاف بريدج. دلوقتي هنبتدي نشوف ايه بعض التفاصيل. يبقى اذا انا علشان ابتدي اوصل الدايره لازم اعمل تشيك اب على ريزلتنت ستريس. الاساس عندي المعادله اللي فوق اللي هي ايبسلون داش دي اللي هي ريزلتنت سترين بتساوي ايبسلون 1 ناقص ايبسلون 2 زائد ايبسلون 3 ناقص ايبسلون 4. يبقى بعمل تشيك على الريزلتنت سترين. اول تشيك بعمله الريزلتنت سترين ان هو بالنسبه للنورمال فورس. يعني لو تخيل السبيسمن اللي عندي كده وملزوق مثلا عليه سترين جيج زي اللي واضحه في الصوره قدامنا، السبيسمن دي موجوده على السطح العلوي، السترنج جيج موجود على السطح العلوي للسبيسمن اللي هو ايه معمول بالاطار الاحمر ومشدوده عشان بعمل هنا ايه نورمال فورس. يعني بتخيل ان الجزء بتاعي معرض الى نورمال فورس. فايه اللي هيحصل فيها لما يحصل نورمال فورس؟ هقل الريزيستنس المقاومه او بتاعت السترنج جيج المنزوع عندي مع قوه الشد دي هيحصل لها سترين، يبقى هيحصل فيها سترين قيمته ايبسلون. يبقى احنا عرفنا ايه هذا الكلام. ثم الخطوه الثانيه بعمل تشيك اب على الريزلتنت سترين بالنسبه للبندنج مومنت. يعني لو العينه عندي اهي ومثبته كده وعليها قوه زي اللي واضحه على حرف السبيس من ناحيه اليمين ومثبته السبيس من ناحيه الشمال، فالسطح العلوي اللي الاطار بتاعه احمر اللي موضوع عليه السترين جيج هيحصل عليه ايه بوزيتيف سترين، لان هيحصل عليه تنشن، وبالتالي فهيبقى السترين اللي على قطعه السترين جيج هيبقى ايه بوزيتيف، وهيحصل فيها سترين قيمته ايبسون، وايبسون ده هيبقى مو. في حين لو تخيلنا الوضع العكسي. ايه الوضع العكسي؟ يعني لو حطيت السترنج جيج دي لزقتها على السطح الازرق بتاع السبيسمن السفلي اللي هو معمول بخطوط منقطه زرقاء، لو دخلت السترنج جيج بتاعتي منزوقه تحت، فتاثير نفس المومنت ده وفي نفس الاتجاه ده هو هيعمل عليها ايه كومبريشن، يعني هيحصل عليها ايه نيجاتيف سترين. يبقى قطعه السترنج جيج اتحطت اتعلقت في الناحيه اللي هيحصل عليها التنشن بالنسبه للبندنج مومنت، لان البندنج مومنت هيعمل على سطح التنشن على السطح الثاني كومبريشن، فالسطح اللي عليه التنشن هيديني بوزيتيف سترين للسترنج جيج الملزوق عليه، في حين السطح النيجاتيف هيدي نيجاتيف سترين لو ملزوق عليه سترين جيج. بعد كده اعمل تشيك اب على تويستنج مومنت. التويستنج مومنت العمليه بسيطه وسهله ومعروفه. طالما انا لازق السترنج جيجز بتاعتي مع اتجاه التحميل او عمودي عليه، يعني مش على زاويه 45 مع المحور بتاع العينه بتاعتي، اصبح السترنج جيج بتاعتي لن تتاثر ولن يحدث فيها اي سترين، يعني مش هتحس بالتويستنج مومنت، وبالتالي هيديني على طول ايه صفر. نفس الحاله بالنسبه لو كان عندي لو ارتفعت بقى درجه الحراره هيبقى الوضع مختلف. هلاقي ان انا لو عندي عينه زي اللي عندي دهين كده ما عليهاش بقى قوه، هتخيل ان هي ترفع درجه حرارتها، فهلاقي العينه دي بصرف النظر هي محطوطه على السطح العلوي للعينه بتاعت الاحمر
السليم دي جي لو محطوط على السطح العلوي يبقى احمر، او على السطح السفلي الازرق، هيحصل فيها السليم قيمته ايبسلون. بنفس الطريقه حتى لو كانت قاعده السليم دي جي مايله او عموديه على اتجاه التحميل برضه هيحصل فيها السليم ايبسلون، لان الحراره هتمدد لكل الجسم، كل السبيسمنت تحت لما تعرض للحراره هيحصل فيها تمدد، فالسليم دي جي اللي عليها هتتمدد كلها طالما السليم دي جي متماثله هتتمدد بنفس القيمه بصرف النظر عن حتى اتجاه ايه لزقها، هل هي ملزوقه مع اتجاه التحميل او عمودي على اتجاه التحميل. وبالتالي اي قطعه سترين جيج مع وجود الحراره هيحصل فيها سترين ايه ابسلون. وبالتالي ناخد بالنا ان قطعه السترين جيج اللي ملزوقه مع ارتفاع درجه حراره الجسم نتيجه ان تمدد الجسم في السي دايمنشن هيتمدد في السي دايمنشن مع ارتفاع درجه حرارته، فيحصل في كل الاتجاهات نفس قيمة الاسترين بصرف النظر عن الاسترين جيج بتاعتي دي محطوطة عمودية على اتجاه التحميل او في اتجاه التحميل او حتى مايلة بزاوية 45 درجة. في اي وضع هتبتدي الاسترين جيج والحرارة هتعمل فيه استرين ابسر. ناخد بالنا بقى ان معنى كده ان انا هو انا بلزق الاسترين جيج بتاعتي في اتجاه المحور مثلا، لو حصل ان انا نتيجه عيوب في اللزق بتاعتي وجات مايله شويه، كل ما زادت زاويه الميل عن الاتجاه اللي المفروض الزق عليه اللي هو اذا كان اتجاه التحميل او اتجاه العمود على التحميل، معناها هي بتقرب من الزاويه 45، معناها لو الجسم حصل عليه تورك هتحس بيه، وبالتالي هنا الدقه بتاعت اللزق بتلعب دور كبير. يبقى اللي هيلزق مظبوط على اتجاه التحميل بالظبط او عمود على اتجاه التحميل بالظبط مش هتحس اي تويستنج مومنت، في حين لو لزق اللزق بتاعه كان بتاع السترين جيج مال نتيجه عدم دقه في عمليه اللزق او عدم خبره في عمليه اللزق، فهنبص نلاقي ان السترين جيج دي هتحس بالتويستنج مومنت، واحساسها بالتويستنج مومنت دون هيتوقف على الزاويه اللي هي ايه الخروج عن الاكسياليتي او الخروج عن الاتجاه الصح للتحميل. يعني لو واحد لزق حته السترين جيج مايله بزاويه درجتين واحد تاني لزقها مايله بزاويه 4 درجات عن الاتجاه العمودي او الاتجاه أو اتجاه التحميل او الاتجاه العمودي على اتجاه التحميل، هبص الاقي اللي ملزوقه مايل عن اتجاه اللزق الصحيح بدرجتين هتحس بجزء من التويستنج مومنت اقل شويه من اللي ملزوق على زاويه قيمتها 10 درجات. وطبعا الاثنين دول هيبقى فيهم خطا، في حين ان هي مزقوقه في الاتجاه الصح مش هيبقى عليها ايه اي خطا. احنا دلوقتي هنتعرض ل بعض التوصيلات اللي احنا بنستخدمها في الكوارتر بريدج، وبعد كده هنتعرض لبعض التوصيلات اللي بنستخدمها في الهاف، وبعدين بعض التوصيلات المستخدمه في الفول بريدج. الميجرنج سيل نمبر 1 اللي قدامنا دي اللي هي بالنسبه للكوارتر بريدج، ودي نلاحظ ان هي عبارة عن قطعة واحدة من السترين جيج. لما نبص في الرسم اللي على ايدنا الشمال ده عبارة عن مسقطين، البلان بتاع السبيسمنت بتاعتي ولتكن مثلا شريحة والبلان بتاعها معمول بالخط الاصفر بخط الصفرة، والإليفيشن معمول بالخط الاسود، والقطعة السترين جيج ملزوقة اللي هي القطعة اللي احنا نسميها ايه R1، يعني هذه المقاومة ايه R1. نلاحظ حاجة ان في الإليفيشن احنا رسمها باللون الاخضر وفي البلان باللون ايه الابيض. طب لو نبص بقى على الرسمه الناحيه اليمين ونتخيل السبيسمنت دي هي الاول تعرضت لاكسيال فورس، فهنبص نلاقي الار واحد دي هنا اللي هي الملزوقه من فوق هنا هون هيحصل عليها سترين بوزيتيف، يبقى اذا ار واحد هيحصل عليها سترين ايه بوزيتيف قيمته بلس ايبسلون. طيب ولو تخيلنا ان هي عليها بيندنج مومنت فنلاقي ان هي وهي ملزوقه من فوق وهتلف هيحصل عليها برده سترين ايه بوزيتيف برده قيمته ايه بلس ايبسلون. يبقى عرفنا لو احنا بنفترض دايما دي كلها افتراضات، لو تعرضت للنورمال فورس هيحصل عليها بلس ايبسلون، لو تعرضت لبندنج مومنت هيحصل عليها بلس ايبسلون. طب لو تعرضت لشير يعني تويستنج مومنت، طبعا تويستنج مومنت مش هيعمل اي حاجه، ليه؟ لان لو نلاحظ في البلان اهي قطعه السترين جيج بتاعتي محطوطه في الاتجاه الطولي مع اتجاه التحميل، يبقى اذا مش هتحس باي تويستنج مومنت. اما لو ارتفعت درجه حرارتها فدرجه الحراره بتاعت العينه فيرتفع درجه حراره السبيسمن وبالتالي هيحصل فيها سترين قيمته ايبسلون. ملاحظه احنا بنتكلم على درجه حراره ما بنتكلمش على ارتفاع درجه حراره
50 ولا 70 ولا 80، لا احنا بنتكلم على درجات ممكن 5 درجات 7 درجات 10 درجات، لان اكتر من كده هنبص نلاقي ايه رياضنا يحصل فيها اخطاء ايه كبيره، او نتائجنا يحصل فيها اخطاء ايه كبيره. والشكل قدامنا دلوقتي دون بيوضح لي عينه بار، ودي بتستخدم في مثلا ممكن يكون كاميرا مثلا بتاعت وينش وعليها سترينجيج وعليها احمال، وشايفين حوض السترينجيج على الكاميرا دول ايه طبعا مثلا على السطح العلوي اهو، عشان يقيس بيها قيمه الاجهادات او قيمه القوه. ممكن يكون حاطط السترينجيج دي عشان يقيس قيمه القوه المؤثره اللي هي مثلا ايه الرأسيه اللي موجوده قدامنا دي، عشان نعمل التحليل بتاعنا المطلوب عشان اقدر اشوف الدايره بتاعتي تبقى شكلها ايه. فاول حاجه اشوف بالنسبه ادي المعادله بتاعتي بتاعه الريزلتنت ستريم، وهبتدي اول حاجه هعمل ايه، هرسم جدول زي المرسوم قدامنا ده هو. الجدول ده بشوف فيه يعني شوف العمود الاولاني فيه الفورس وبعدين البندنج مومنت وبعدين التمبريتش وبعدين التويستنج مومنت، وبشوف وفي الصف الرأسي الصف الاولاني فيه ابسون 1 ابسون 2 ابسون 3 ابسون 4 وابسون ستار. الجدول ده بستخدمه لكل انواع توصيلات الدوائر، سواء كانت الدايره بتاعتي كانت دايره كوارتر بريدج او كانت هاف بريدج او كانت فول بريدج. يعني لو كانت كوارتر بريدج واضح ان هلاقي ان انا العمود الاولاني اللي هو من فوق اللي هو اول سطر فيه ابسون 1 هو ده بس اللي هيتملي، في حين الاعمده اللي هي بتاعت ابسون 2 وابسون 3 وابسون 4 هتبقى بتساوي ايه كلها اصفار. وهنشوف ازاي هنطبق هذا الكلام. اول حاجه هنطبقه على النورمال فورس. لو تخيلت ان العينه بتاعتي قص عليها النورمال فورس واضح ان السترين جيج اللي هي هيحصل فيها ابسون بوزيتيف، وهو حطينا ايه زي ابسون 1 مع الاف اللي هي الاف في اول في الصف الاولاني بقى اللي احنا هنبتدي نشتغل فيه، فاللي هو بالنسبه للنورمال فورس هيبقى ابسون 1 هتديني ابسون اف، في حين ابسون 2 وابسون 3 وابسون 4 ما فيهاش اي حاجه. يبقى الريزلتنت بتاعي لما اطبق في المعادله بتاعه الريزلتنت سترين هلاقي ايه ان ابسون ستار هتساوي ايه، هتساوي ابسون 1 اللي هي ابسون ناقص ابسون 2 بصفر زائد ابسون 3 بصفر ناقص ابسون 4 بصفر هتديني ايه الريزلتنت، ودي الريزلتنت سترين، ودي اللي اتحطت في الايه في العمود الاخير. نكرر الكلام بالنسبه للبندنج مومنت، هلاقي ان لو حصل على دي حصل ثبتها من طرف واثرت عليها بقوه من الطرف الثاني هيحصل فيها بندنج مومنت، فهيديني بوزيتيف سترين على ار 1، فعشان كده حاطين عليه ايه هبص الاقي قدام البندنج مومنت ام بندنج اهي عند الابسون 1 اللي المقصود ابسون 1 بتاعه الايه قطعه السترين جيج ار 1 هتديني ابسون، في حين عند 2 و3 و4 هتديني صفر، وبالتالي برضه بالظبط انت هتبقى ايه بتساوي ابسون. طبعا بالنسبه للتمبريتشر لو زادت درجه الحراره هيحصل ايه، العينه دي طبعا هتزيد مع زياده اطوال العينه اللي هيحصل السترين في السترين جيج، وبالتالي برضه هتقرا لي ايه السترين ابسون 1 اللي بتاعت ار 1 هتقرا لي اجهاد حراري او استطاله نتيجه الاجهادات الحراريه قيمتها ابسون، وهتبقى ابسون 2 و3 و4 بتساوي صفر، والريزلتنت برضه بتاعتي هتبقى بتساوي كام ابسون. في حين بالنسبه للام تي فالعمليه ايه سهله ومعروفه، فان طالما ان كانت العينات بتاعتي كلها السنجز بتاعتي ما هياش مايله على 45 درجه فهتقرا لي ايه صفر زي ما هو واضح برضه ايه في العمود الايه الاولاني عند الام تي قصادها كام صفر. بكده ممكن اوصل ان انا اعمل الجدول بتاع البي فاكتور. البي فاكتور عباره عن ايه، اصل الابسلون ريزلتنت دي بتساوي ابسلون في بي، وبي ده هو الايه اللي احنا سميناه ايه الماجنيفيكيشن بتاع البريدج اللي هو التكبير، معامل التكبير بتاع البريدج كونكشن. وبالتالي هبص الاقي بالنسبه للاف بالنسبه للتمبريتشر هيبقى ايه التمبريتشر قدامها الريزلتنت بتاعتها ابسلون، يبقى اذا هيبقى واحد. بالنسبه للنورمال هيبقى برضو واحد، بالنسبه للام بندنج هيبقى واحد، بالنسبه للام تي هيبقى صفر. لاحظ حاجه بقى ان مثل ان التحليل قدامنا ده بيوضح ان استخدام قطعه واحده ككوارتر بريدج هيلاقي ان الكوارتر بريدج هتتاثر لي باي ارتفاع درجه الحراره، يبقى انا مستخدمه عشان اقيس نورمال فورس هبص الاقي لو حصل في بندنج مومنت في الجزء هتحس بيه،
لو حصلت في درجة الحرارة هتحس بيه، وبالتالي بتديني قراءات غير دقيقة. ودي عادة بتستخدم يعني في الهندسة الميكانيكية ما بتستخدمش الكسرة، لكن في الهندسة المدنية ممكن تستخدم على أساس إن الأحمال عنده دي بتبقى كبيرة قوي، وبالتالي تأثير الحرارة بيبقى صغير وبيبقى محدد. يعني اتجاه لو كنت بقيس بيها نورمال فورس يبقى محدد اتجاه نورمال فورس بدقة شوية، فممكن ايه تستخدم في حالة في الهندسة المدنية. اما في الهندسة الميكانيكية ما بنقدرش ايه نستخدم الكوارتر بريدج اول حاجة. لكن برضو الجدول بتاع البي فاكتور ده بيوضح لي حاجة، بيوضح لي ان انا ممكن استخدم هذه الدائرة اما ان انا اقيس بيها نورمال فورس او اقيس بيها بيندنج مومنت. يعني الجسم عليه نورمال فورس بس ممكن اقيس بيها، لو الام بتاع عليه بيندنج مومنت بس ممكن ايه استخدمه في القياس، ولكن لو عليه الاثنين ما اقدرش استخدمه، لان هتوصل الاثنين دخلوا مع بعض هتديني اشاره او سيجنال واحده بتديني قيمه للستين ناتج نتيجه الاثنين مع بعض، وبهذه الحاله هتصبح قراياتي ايه غير، او النتيجه اللي انا هحصل عليها غير دقيقه، لانها ما اقدرش اعرف هل هي دي بتاعت النورمال فورس ولا بتاعت البيندنج مومنت. الميجرنج سيل الثانيه برضو كوارتر بريدج، ولكن احنا هنا بنستخدم قطعتين من السترينج جيج. القطعه الاولانيه اللي هي R1 اللي هي باينه في الفيجن والبلان اللي قدامنا، ودي اكتف سترينج جيج. والقطعه الثانيه اللي هي R2 اللي هي ملزوقه على قطعه من المعدن، اللي لازم تكون قطعه من المعدن نفس المعدن بتاع الاليمنت اللي انا بقيس عليه، ولكن موجوده بره، يعني موجوده مش على الجزء المكنه مثلا احنا بنشتغل عليها، ودي اللي هي R2، ودي عشان كده بتسميها باسيف سترينج جيج او دامي سترينج جيج. هنعرف دلوقتي لما نيجي نرسم الجدول او نيجي نملى الجدول بتاع التحليل هنقدر نعرف ايه فايده الار 2. وبالتالي لو انا دلوقتي الجدول دلوقتي هو عندي، هو عندي الابسلون ريزلتنت اللي هي ابسلون 1 ناقص ابسلون 2 زائد 3 ناقص 4، وطبعا دي خلاص اصبحت من الحاجات اللي هي ايه المعروفه والمحفوظه. وهبتدي اول حاجه اطبق على النورمال فورس، هلاقي ان انا لو قصرت بنورمال فورس هلاقي ايه. اولا اتوقع ان الجدول بتاعي هيتملي العمودين بتوع الابسلون 1 والابسلون 2 فقط، والابسلون 3 والابسلون 4 مش هيتملوا، لان 3 و4 ما فيش عندي سترينج جيجز، لان دي هنا هو 3 و4 دول هيكونوا اتنين ريزيستور من ايه بتاع البريدج نفسها او بتاع السترينج انسترومنتيشن او بتاع الانسترومنت اللي انا هستخدمه، وبالتالي العمودين هيتملوا هم بتاع ابسلون 1 وابسلون 2. عن تاثير الاف هلاقي ايه، هلاقي ان لما العينه بتاعت تتشد بقوه اف هتلاقي ار 1 يحصل فيها سترين ابسلون زي اللي فاتت. طب ار 2، الار 2 مش هيحصل فيها حاجه، الار 2 مش في المكنه دي، قطعه حديد محطوطه على الارض مثلا جنب المكنه. طب انا بشد جزء في المكنه او بشد العنصر بتاعي وبالتالي مفيش قوه هتيجي على ار 2، فبالتالي ار 2 دي ايه مش هتحس باي حاجه، ولكن هي متوصله مع ار 1 في البريدج. ماشي خلاص دي ار 1 وار 2 متوصلين في البريدج كاتنين سترينج جيجز، ولكن الجزء اللي انا بقيس عليه الاوبجكت بتاعي عليه ار 1 بس، وار 2 دي بره محطوطه على قطعه حديد او على من خامه من نفس خامه المنبر اللي انا بقيسه، وبالتالي ار 2 مش هتحس بقوه اف، وبالتالي السترين بتاعها هيبقى صفر. لو قررنا نفس الكلام بالنسبه للبندنج مومنت هلاقي ايه؟ هلاقي نفس الكلام، ان لو حصل بندنج مومنت على الالمنت بتاعي فهلاقي ان ار 1 اللي هنا يقابلها في الجدول بتاع ابسلون 1 هيحصل فيها سترين ابسلون، في حين ار 2 اللي هي الضمي يقابلها في الجدول اللي هو العمود بتاع الابسلون 2، فهلاقي ان ار 1 يبقى في العمود بتاع الابسلون 1 قدام الام بيندنج هيبقى في ابسلون بوزيتيف، في حين ابسلون 2 مع الام مع البيندنج مومنت هتديني صفر، لان مش هتحس برضو باي بيندنج مومنت، لان اللي اسف الانحناء بيحصل في العينه مش في الايه مش في الجزء اللي متركب عليه الضمي سبيسمين. وبالتالي لو انا جيت احسب الريزلتنت سترين بالنسبه للنورمال فورس وبالنسبه للبيندنج مومنت تلاقيه برضو ابسلون وابسلون، وبحسبه منين؟ من المعادله اللي احنا كاتبينها ايه في الاول قدامنا ده. هي بالنسبه للتمبريتشر ايه اللي هيحصل لو الجسم بتاعي لو درجه الحراره ارتفعت في الوسط، او لو الكرنت اللي معدي رفع لدرجه حراره الايه المنطقه بتاعه اللزق، هبص الاقي ايه؟ هبص الاقي ان ار 2 وار 1 نتيجه انهم محطوطين في نفس الاتموسفير، يعني الاليمنت بتاعي محطوط وجنبيه على الارض مثلا قطعه الحديد اللي مرزوق عليها الضمي
الدامي سترينج المنزوع عليها الدامي سترينج جيج، وبالتالي الاثنين هيتاثروا بالامبيانت تمبرتشر بدرجه حراره الوسط السراوندنج تمبرتشر. لو ارتفعت الاثنين درجه حرارتهم هيرتفعوا، ونتيجه ان الخامتين الخامه المنزوع عليها الدامي هي نفسها الخامه بتاعه الممبر بتاعي، هيحصل في الاثنين سترين قيمته ايبسون. وعشان كده حاجه في الجدول بتاعي قدام التمبرتشر عند العمود الاول بتاع ايبسون 1 والعمود الثاني بتاع ايبسون 2 بيمثلوا لي المقاومه ار 1 الاكتيف سترينج جيج والمقاومه ار 2 بتاع السترينج جيج الضمي، هحط قدامها ايبسون وايبسون لان الاثنين هيحصل فيهم ايه تمدد. في هذه الحاله هلاقي ايه بقى دلوقتي لما اجي اطبق عشان اجيب الريزلتنت من المعادله، هلاقي ان ايبسون الثالث وايبسون 1 ناقص ايبسون 2 زائد ايبسون 3 ناقص ايبسون 4. طيب انا ما عنديش ايبسون 3 وايبسون 4 يبقى دول بصفار، يبقى معنى كده ان الريزلتنت سترين يساوي ايبسون 1 ناقص ايبسون 2. طيب ايبسون 1 بكام؟ بايبسون، وايبسون 2 بكام؟ بايبسون، يبقى ايبسون ناقص ايبسون هيديني صفر، عشان كده هلاقي الريزلتنت سترين بكام؟ بصفر. وبالتالي دي عمليه الكومبنسيشن او عمليه المعادله او الغت لي تاثير درجه الحراره على السترين جيج. لو كملت بالنسبه للتويستنج مومنت، هلاقي بالنسبه للتويستنج مومنت قطعه السترين جيج الار 1 مش ملزوقه في اتجاه مع هيك كما واضح في البدايه مع اتجاه التحميل، او فما فيهاش مشكله مش هيحصل فيها اي استرين نتيجه التوستنج مومنت. والقطعه اللي بره دي مش هيجي عليها اي حاجه، دي قطعه محطوطه بره مش 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 من المكنه ولن يتم تحميلها باي شيء، وبالتالي برضه هيبقى عليها استرين قيمته صفر نتيجه التوستنج مومنت. وبالتالي هيبقى الابسلون داش او الريزلتنت استرين بتاعها بكام؟ بصفر. وبالتالي ممكن دلوقتي ايه اعمل الجدول بتاع البي فاكتور. جدول البي فاكتور هنا بيوضح لي ايه؟ بيوضح لي اول حاجه ان النورمال بواحد والبندنج مومنت بواحد، في حين التمبريتشر والتويستنج مومنت بصفر. وده يفرق عن الحاله اللي فاتت ايه في حاجه واحده، في ان هنا هو التمبريتشر هنا بصفر، في حين كانت في الحاله الاولانيه التمبريتشر كانت الفاكتور بتاعها بواحد او البي فاكتور بتاعها بواحد. ليه؟ لان في الحاله الاولانيه كنت بستخدم كوارتر بيج من قطعه واحده، هنا بستخدم كوارتر بيج فيه قطعتين بس قطع منهم ضمي، فالضمي دي نتيجه تاثرها بالحراره زيها زي الاكتيف هيتلاشوا بعض في الريزلتنت سترين، وبالتالي اصبحت كومبنسيتد بالنسبه لدرجه الحراره. طبعا هذه التوصيله برضو تنفع ان انا اقيس بيها بندنج مومنت او نورمال فورس لو انا متاكد ان الجسم بتاعي عليه نورمال فورس فقط او بندنج مومنت فقط، لكن لو عليه الاثنين مع بعض ما اقدرش ايه استخدمها ايه في القياس. وبكده بقى احنا لقينا الكوارتر بريدج. هنتكلم دلوقتي على الهاف بريدج، وطبعا هاف بريدج معناها ان انا عندي هستخدم قطتين سترينج جيج، يعني تو ارمز من الويستون بريدج هيبقى عليهم تو سترينج جيجز، والتو ارمز التانيين عليهم تو ريزيستورز موجودين جوه الجهاز. التو سترينج جيجز دول لازم هيبقوا اكتيف، هيبقوا اكتيف سترينج جيجز، يعني هيتعرضوا لايه؟ لاحمال. تعالى نشوف اول تحميل في الهاف بريدج وهو الشكل اللي قدامنا دلوقتي. ونلاحظ عندنا دلوقتي في عندنا مقاومه ار 1 اللي مكتوب بالاحمر شكلها ابيض، ومقاومه صفراء اللي هي ار 2، يعني في اللي هما اتنين سترنج جيج، يعني واحده حمراء احنا مدينا رمز ابيض والثانيه مدينا رمز اصفر. الار 1 دي تعتبر اكتيف سترنج جيج، بنسميها اكسيال بوزيشن، دي يعني محطوطه في الاتجاه التحميل الرئيسي، بينما ار 2 بنسميها اكتيف سترينج جيج لاترال بوزيشن. لاترال يعني عموديه او مستعرضه بالنسبه لاتجاه التحميل، يعني زاويه كام؟ 90 درجه. وهنكرر نفس اللي احنا عملناه مع الكوارتر بريدج، نفس التحليل اللي عملناه في الكوارتر هنعمله هنا في الهاف عشان نشوف ايه الهاف دي هتاثر لي بايه واستخدمها في ايه وممكن ما استخدمهاش في ايه. يعني مثلا قبل ما نكمل نشوف مثلا الصوره اللي قدامنا دي بتودينا اهو مثلا كام، لو كان بار اهو وعليه قوه اف، وانا حاطط عليه التو سترينج جيجز بتوعي، واحده اكسيا والثانيه لاترال زي ما هو واضح كده ايه قدامنا. والصوره دي اهو حتتين سترينج جيج، يعني جايبهم طب يعني صوره لحتتين سترينج جيج هتلاقيهم شكلهم كده. طبعا القطعه دي اللي احنا شايفينها دي كده ايه تعتبر مكبره بدرجه كبيره، لان اكبر طول في السترينج جيج ده هو الطول بتاع القطعه نفسه من بره كده هو بتاع البلاستيك اللي هو الاصفر،
بتاع المسطيل الاصفر طوله دهون بيبقى في حدود مثلا، ممكن يبقى في حدود في العادي في حدود مثلا من 10 ل 15 ملم حسب المقاس بتاع الشركه المنتجه وحسب الجرايد بتاعتنا طولها قد ايه. يعني ادي قطتين ايه بيمثلوا لي او بيدوني شكل التوصيله، هتبقى شكلها كده هو على قطتين زي دول كده ملزوقين على الاليمنت ايه بتاعي. اول حاجه هنشوفها ايه دلوقتي، عايزين نشوف ايه دلوقتي ازاي نعمل التحليل بتاعنا. المعادله بتاعتنا موجوده قدامنا بتاعت الريزلتنت سترين اللي هي ايبسلون 1 ناقص 2 زائد 3 زائد ناقص 4، وادي الايه الفيجن بلان موجود عليهم قطعتين السترين جيج. هنعمل الجدول بتاعنا اللي فيه الرأسي الاف والام بيندنج والتمبريتشر والام تي والافقي ابسن 1 2 3 4 وبعدين مجموعهم طبقا للمعادله بتاعه الريزلتنت سترين، ونشوف اول حاجه بالنسبه للايه للنورمال فورس. لو تخيل دلوقتي ان لو تخيلنا ناخد بالنا ان احنا دايما بنتخيل ان في حاجه بتاثر ونشوف تاثيرها ايه. لو تخيلنا ان قدامنا دلوقتي نورمال فورس هتاثر على الجزء ده هون من الاحرف بتاعته، يعني اتجاه النورمال فورس هتبقى مع الاتجاه الطولي بتاع المقاومه ار1، فهلاحظ ايه؟ هلاحظ ان المقاومه ار1 هيحصل فيها سترين ابسلون موجب، بينما المقاومه ار2 هيحصل فيها سترين سالب لانها عرضيه، وقيمته اذا كان اللي حصل في ار1 هو ابسلون هيكون اللي حصل في العرضيه الصفراء اللي هي ار2 يبقى ميو ابسلون بالناقص ناقص ميو ابسلون. ليه؟ لان اول حاجه طالما ان ار1 موجبه هتبقى الاسترين اللي هيحصل في اتجاه في ار1 موجب، يبقى الاسترين اللي هيحصل في ار2 هيبقى ايه سالب، وقيمته ميو ابسلون ميو في الاسترين اللي حصل في ايه في ار1، وبالتالي يبقى اذا الصف الاولاني بتاع الاف عند الار1 اللي هي يقابلها ابسلون 1 هنا احط ابسلون، وار2 اللي يقابلها ابسلون 2 احط ناقص ميو ابسلون، ما عنديش 3 و4، وبالتالي اطبق بالقيم بتاعت الابسلون ناقص ميو ابسلون في المعادله بتاعت الريزلتنت سترين، هلاقي معادله الريزلتنت عندي هتبقى اسمها ايه هتبقى شكلها ازاي، هتبقى ابسلون ستار او ابسلون داش تساوي ابسلون 1 ناقص ابسلون 2، مفيش 3 و4 لانه بيساوي صفر لان مش موجودين لان انا بشتغل هاف بريدج. يبقى اذا معنى كده ايه؟ معنى كده الابسلون ستار تساوي ابسلون ناقص ناقص ميو في ابسلون، يعني تساوي ابسلون زائد ميو ابسلون هتساوي ابسلون في 1 زائد ابسلون، ويبقى هو ده الايه الريزلتنت ايه استرين اللي هيحصل لي بالنسبة لقوة لو عليها قوة نورمال فورس على العينة بتاعتي، لو عليها نورمال فورس والقطع الاسترين جيج ملزوقة بالشكل اللي قدامنا، واحدة اكسيال والتانية ايه لاترال. طيب بالنسبة للام بندنج البندنج مومنت، لو اثرنا على دي بندنج مومنت هلاقي برضو الار واحدة يحصل فيها استرين قيمته ابسلون، الار اتنين هيحصل فيها استرين سالب ميو ابسلون سالب لانه عكس شرطه تبقى عكس اللي بيحصل في الار 1 هيبقى برضو ايه ناقص ميو ابسلون، وبالتالي هيبقى الريزلتنت سترين برضو بتاعها ميو في 1 زائد ايه 1 زائد ميو في ايه في ابسلون. طيب لو دخلنا بعد كده على التمبريتشر هنلاقي ان التمبريتشر ايه، لو الجسم دون او لو درجه الحراره ارتفعت بتاعت السراوند تمبريتشر او نتيجه الكرنت اللي معدي في السترين جيجز فهيحصل في الاثنين استرين قيمته ابسلون وابسلون، زي ما اتفقنا ان الاسترين بتاعت درجه الحراره بيحصل في كل في كل السترين جيجز بالتساوي بصرف النظر عن اتجاههم او وضعهم. يتبقى لنا الام تويستنج او التويستنج مومنت او التورك، فهلاقي ان طبعا دول مفيش حاجه منهم على زاويه 45 درجه مع اتجاه الاكس بتاع العينه بتاعتي، وبالتالي هيبقى الاسترين حاصل منهم صفر وصفر في ار 1 وفي ار 2 صفر وصفر، ويبقى الريزلتنت بتاعه بكام؟ بصفر. وبكده ممكن دلوقتي نوصل للايه؟ للجدول بتاع البي فاكتور، وهلاقي ان الجدول بتاع البي فاكتور البي بتاعتي في حاله النورمال هي 1 زائد نيو، وفي حاله البندنج مومنت 1 زائد نيو، بينما في حاله التمبريتشر والتويستنج مومنت او التورك صفر وصفر. معنى كده ان هذه الدائره ممكن استخدمها لو انا متاكد 100% ممكن استخدمها في قياس بندنج مومنت او في قياس نورمال فورس لو انا متاكد من التحميل اللي عندي، يعني انا متاكد ان القوة اللي عندي النورمال فورس اللي انا عايز اقيسها للاثار على العينه دي مفيش معاها اي بندنج مومنت حادث ممكن استخدم دائره بالشكل ده، او لو انا عايز اقيس بندنج مومنت وانا متاكد ان مفيش اي تاثير لاي قوه عموديه على هذا المنبر ممكن برضو استخدم ايه الدائره دي، لكن لو كان في شك ان ممكن يكون في قوه نورمال مع المومنت ما اقدرش استخدمها، لان هنا الاشاره اللي هتجيلي من ايه من الاثنين مع بعض.
اضافه كده طبعا الدائره دي كومبنسيتد بالنسبه لايه؟ للتمبريتشر، لان التمبريتشر عندي هنا البي بتاعته بكام؟ البي فاكتور بتاعته بكام؟ بصفر. الميجرنج سيل اللي بعد كده نمرة 4 برضه هاف بريدج، لان فيها قطعتين، واحده بيضاء وواحده صفراء. في الاليفيشن واضح ان واحده منهم من فوق والثانيه من تحت، يعني لو انا عندي بليت فانا حاطط واحده فوق البليت من فوق لازقها من فوق والثانيه لازقها من تحت، بس الاثنين ايه فوق بعض بالظبط. وفي البلان لما هبص هبقى هشوف ايه، هشوف من فوق هشوف الار واحد وطبعا تحتيها الار اتنين، عشان كده حاطط الار اتنين بين قوسين، مكتوب ار اتنين في البلان بين ايه بين قوسين. المقام ار واحد دي اتفقنا احنا هنسميها اكسيال بوزيشن، اكتيف سترينج جيج اكسيال بوزيشن، بينما الار اتنين دي هي اكتيف سترينج جيج بس ايه اكسيال اوبوزيت بوزيشن. اكسيال اوبوزيت، اكسيال معناها في الاتجاه، اكسيال اوبوزيت معناها في على وجه عكس او عكسي او مقابل للوجه الايه اللي عليه الايه السترينج جيج ايه ار واحد. يبقى نتوقع برضو هنا زي ما قبل كده ان المعادله للاسترين بتاعتها تبقى ايبسلون تساوي ايبسلون 1 من ايبسلون 2، وايبسلون 3 وايبسلون 4 مش موجودين بصفر، لان ايبسلون 3 وايبسلون 4 هيبقوا 2 ريزيستور، هنستخدم 2 ريزيستور من اللي موجودين جوه الجهاز، يعني التوصيله بتاعتي ايه هاف بريدج. طيب اهو المنظر اللي قدامنا دلوقتي ده، اهو ادي السبيسمنت بتاعتي اهي، وعليها 2 سترينج جيجز، واحده من فوق والثانيه من تحت، وده وهي عليها تاثير مثلا البندنج اهو، لو في قوه على الحرف اليمين بتشدها من تحت ومثبتها من الطرف الشمال، هبص الاقي السطح الفوقاني هيحصل عليه تنشن والسطح التحتاني هيحصل عليه كومبريشن. معنى كده السطح الفوقاني هيحصل لو ار واحد السترينج جيج ار واحد حصل عليها بلس ايبسلون، هيحصل على الار اتنين كام؟ ماينس ايبسلون. ودي ناخد بالنا منها لان دي اللي هنستخدمها دلوقتي. وبالتالي المعادله بتاعت السترين قدامي اهي، دي المعادله بتاعت الريزلت السترين الاساسيه، واحنا عارفين ان ايه ار 3 اوبسون 3 واوبسون 4 بيساوي صفر، لان مفيش عندي الار 3 والار 4. وهنشوف دلوقتي الجدول بتاعي ازاي نملاه اهو. بالنسبه لو تخيلنا دلوقتي بالنسبه للنورمال فورس، لو في نورمال فورس هتشد هذا الجزء، هبص الاقي اهو هيحصل فيه استطاله زي اللي باينه ايه باستطاله دلتا ال صفراء على ايدي اليمين في الاليفيشن. هذه الاستطاله هتعمل استطاله تديني ايبسلون في ار 1 وايبسلون مماثله ليها في ار 2، وبالتالي هيبقى بالنسبه للعمودين الاولاني بتاع الايبسلون 1 والايبسلون 2 في الجدول هحط فيها ايبسلون وايبسلون. ليه؟ لان كل قطعه من قطع السترينج جيجز لما هاجي الممبر بتاعها يتعرض للنورمال فورس تنشن هيحصل فيه ايبسلون وايبسلون، وبالتالي الريزلتنت بتاعتي تبقى كام؟ هتبقى صفر. ليه؟ لان لما اتعوض في المعادله بتاعت الايبسلون داش هلاقي ان ايبسلون ناقص ايبسلون، ايبسلون داش تساوي ايبسلون ناقص ايبسلون، يعني تساوي ايبسلون 1 ناقص ايبسلون 2 اللي هي ايبسلون ناقص ايبسلون يساوي ايه؟ صفر. لو اخش على البندنج مومنت هلاقي البندنج مومنت مختلف شويه، يعني اهو ادي الممبر بتاعه لو اتعرض لبندنج مومنت هتلاقيه يلف كده اهو. معنى كده ان الار 1 هيحصل عليها تنشن هتزيد في الطول، بينما الار 2 هيحصل عليها كومبريشن هتنقص، وبالتالي لو حصل في الار 1 استرين قيمته ايبسلون هيحصل في الار 2 او في السترينج جيج ار 2 استرين قيمته ناقص ايبسلون. وبالتالي حطيتهم هم في الصف بتاع الام بندنج تحت الايبسلون 1 والايبسلون 2، بينما الايبسلون 3 والايبسلون 4 ما عندهمش حاجه، وبالتالي الريزلتنت من تطبيقها في المعادله الفوقانيه هلاقي ان ايه ايبسلون 1 وايبسلون 2 هتساوي ايبسلون ناقص ايبسلون، يعني تساوي ايبسلون زائد ايبسلون تساوي 2 ايه ايبسلون. لما اكمل بالنسبه للتمبريتشر، قطعتين ملزقين على الجسم يبقى يحصل فيهم استرين متساوي، والكلام ده خلاص اصبح معروف ايبسلون وايبسلون، وبالتالي ايبسلون ناقص ايبسلون 1 ناقص ايبسلون 2 هيديني صفر، وبالتالي الريزلتنت بتاعي هيبقى يساوي صفر. بينما بالنسبه للتويستنج تورك برضه هيبقى ايه قطعتين الاسترنج جيجز مش هيحسوا باي حاجه، ففيهم صفر وصفر، وبالتالي الريزلتنت بتاعتهم برضه بصفر. وبكده ممكن نوصل ان احنا نعمل الجدول بتاع البي فاكتور. وهلاحظ في الجدول بتاع البي فاكتور ايه؟ ان النورمال فورس البي فاكتور بتاعتها بصفر، الام بندنج 2، التمبريتشر صفر، الام تي بصفر. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هذه الدائره يمكن ان انا استخدمها عشان اقيس بيها بندنج مومنت فقط، ما اقدرش اقيس بيها نورمال فورس خالص لان ما تحسش بالنورمال فورس. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ممكن استخدمها لو عندي
جسم عليه نورمال فورس وبندنج مومنت وانا عايز يسيب بندنج مومنت، وبالتالي لما هوصل السترنج انرجي بالطريقه دي هلاقي السترنج انرجي هتحس لي بالبندنج مومنت فقط، في حين اي نورمال فورس هتاثر على المنبر بتاعي مش هتحس بيها، وبالتالي تديني قيم دقيقه للبندنج ايه مومنت. طبعا انا بفترض هنا ان انا في لزقي للسترنج انرجيز في الاديجن بتاعي كنت حاطط الاكس بتاع السترنج انرجي منطبق تماما على الاكس بتاع الايه العينه بتاعتي، وبالتالي الدايره هي يعني ايه ممكن يتعمل ملاي ريكومنديشن او يوصى باستخدامها في حاله استخدام في حاله استخدامها لقياس البندنج مومنت. توصيل اخر من توصيلات السترنج جيج اللي هو الميجرنج سيل نمبر 5 هاف بريدج، برضو مقاومتين واحده فوق واحده تحت، بس هنا بقى ايه واحنا بنوصل وصلناهم كما لو ان دي ار الفوقانيه ار 1 والتحتانيه ار 3 وهنشوف. وبالتالي فانا دلوقتي بفترض ناخد بالنا من دلوقتي لانها هوضح دي سببها ايه. بفترض ان ار 1 دي اكتف سترنج جيج اكسيال بوزيشن، وار 3 اكسيال سترنج جيج اكسيال اوبوزيت بوزيشن، يبقى انا موصلها بشكل ده كويس. طيب هشوف دلوقتي الدايره بتاعتي اهي قدامي، اهي دي دايره السترنج جيج بتاعتي، دايره البريدج بتاعتي، وهنبتدي دلوقتي ايه نعمل التحليل بتاعنا. فهبص الاقي ان الابسلون ستار او الابسلون داش المعادله بتاعتها موجوده قدامي، وهبتدي ارسم الجدول بتاعي وابتدي اشوف الاف 1. هلاقي ان الاف 1 ايه بقى، هلاقي ان الاف 1 ابسلون 1 ار 1 لما يحصل فيها تنشن هيحصل فيها ابسلون، طبعا ما عنديش الار 2 والار 4، وار 3 هيحصل فيها ابسلون برضه لان تنشن الاثنين هيتشدوا زي بعض، يبقى ايه هيديني ريزلتنت 2 ابسلون، في حين لما هشوف بالنسبه للبندنج مومنت هلاقي بيحصل ابسلون وناقص ابسلون هيديني ايه 0. ليه هنا هيديني 0؟ لان هقول ايه هقول الريزلتنت ابسلون 1 زائد ابسلون 3 فيبقى ابسلون ناقص ابسلون يساوي 0. بالنسبه لل التمبريتشر هيحصل في الاثنين ابسلون فيبقى ابسلون زائد ابسلون هيديني هنا ايه 2 ابسلون. واخيرا بالنسبه للتويستنج مومنت هلاقي ان بالنسبه للتويستنج مومنت الاثنين مش هيحصل فيهم تويستنج هيديني 0، والجدول بتاعي هيبقى زي ما هو واضح ايه قدامنا دلوقتي، الجدول باين فيه قيم البي فاكتور هتلاقيها بالنسبه للنورمال 2 وبالنسبه للبندنج مومنت 0 وبالنسبه للتمبريتشر 2 وبالنسبه للام تي 0. لما اقارن الدايره دي بالدايره الثانيه لان الفرق بينهم حاجه صغيره جدا جدا جدا. الدايره الثانيه كان 1 و2، اولا احنا ما بنستخدمش حاجه اسمها 1 و3 او 1 و4، لا احنا بنستخدم 1 و2، 1 لوحدها نمره 1 ار 1 لوحدها اللي هي بين السلك الابيض والازرق، واثنين مثلا بين السلك الابيض والاصفر لان السلك الابيض بيبقى بين واحد واثنين. فعاده بنستخدم سترنج جيج ار 1 وسترنج جيج ار 2 او سترنج جيج ار 1 بس اذا كان كوارتر، او 1 و2 3 4 اذا كان فول بريدج. وبالتالي انا بستخدم 1 و2 امتى اوصل امتى الاقي نفسي وصلت للتركيبه بتاعت 1 و3 او 1 و4؟ لو انا جيت وانا بوصل السلوك بتاعتي بدل ما استخدم الابيض والازرق والاصفر لغيت واحد منهم وحطيت مكانه الاحمر، في الحاله دي بتدي يحصل ايه الخطا عندي والاقي نفسي بقرا حاجات غير اللي انا ايه كنت عايز اقراها. وعشان كده بقول ان ايه دايما ممكن اي واحد يوصل اي دايره سترنج جيج ويحط عليها قوه هيتقيس له، ممكن تقيس له تدي له اشاره يعني سيجنالز اوتبوت سيجنال، لكن اوتبوت سيجنال دي المشكله فيها هل هي دي بتديني انديكيشن للميكانيكال فاليو اللي انا عايز اقيسها، ولا بتديني الانديكيشن للميكانيكال فاليو دي مع حاجات اخرى، ولا بتديني انديكيشن لحاجات اخرى؟ هو ده السؤال. وعشان كده لو احنا لازم نوصل صح، يعني لما بقول ار 1 وار 2 يبقى لازم اوصل 1 وار 2 مثلا بالسلك الابيض والازرق والاصفر وبلغي السلك الاحمر، اوصلهم بشرط ان السلك الابيض بياخد ايه طرفين من المقاومتين ار 1 وار 2 مع بعض، يعني ار 1 وار 2 بيتجمعوا مع بعض في السلك الابيض والطرفين بتوع المقاومتين التانيين على الايه على الاصفر والايه والازرق. خلصنا دلوقتي الكوارتر والهاف بريدج، وهنتكلم دلوقتي على الفول بريدج. الفول بريدج احنا عارفين هي بتتكون من اربع
4 سترين جيجز في كل ارم من الارمز بتاعه ال ويستون بريدج، هيكون في سترين جيج. اول دايره قدامنا بالنسبه للفول بريدج اللي هي الميجر سيل نمبر 6 ديا، اللي هي الفول بريدج اللي مكون من اربع حتت، اثنين اكسيال اللي هم ار 1 وار 3 واثنين لاترال اللي هم 2 و4. طبعا انا في الاول بلزق اثنين في اتجاه الطول واثنين في اتجاه العرضي، ولكن توصيلهم بقى عشان اسمي دي ار 1 ودي ار 3 ودي ار 2 ودي ار 4، ده حسب توصيل اطرافهم مع بعض وتوصيلهم بالنسبه للسلوك الابيض والازرق والاصفر والاحمر، اللي هما بشرط انه ان هما لو انا وصلت الار 1 هوصلها مع طرف من الار 2 اللي هي واضحه قدامي اللي هي الصفر اللي على الشمال خالص. يعني عايز اقول ايه، ان الارقام ار 1 2 وار 3 وار 4 دي بتتوقف على توصيلي انا للسلوك بالنسبه لبعضها وتوصيلهم مع الايه البريدج، ودي بتوضح بطريقه واضحه في النواحي الايه العمليه. ادي الدايره قدامي هيك الويستون بريدج، وباين فيها الايه الاربع اربز بتاعتها بكل واحده ايه منهم، وهنبتدي نعمل التحليلات بتاعتنا اللي احنا عملناها زي ما عملنا في الفول، زي ما عملنا في الكوارتر وعملنا في الهاف. فاول حاجه هنبتدي نشوف، نبص نلاقي نفس المعادله بنستخدمها بتاعت الريزلتنت ستريم اللي هي ايبسلون داش تساوي ايبسلون 1 ناقص 2 زائد 3 ايه ناقص 4. هعمل جدول التحليل بتاعي وابتدي اشوف لو السبيسمنت دون السبيسمنت بتاعتي دي او الاوبجكت بتاعي دون عليه اكسيال فورس اللي هيحصل. لو عليه اكسيال فورس هلاحظ ان السبيسمنت ان السترين جيج نمره 1، لو نبص للبيان تبقى واضحه شويه، السترين جيج نمره 1 ونمره 3 دول ملزوقين مع اتجاه الشد او مع اتجاه قوة الشد اللي انا بفترضها، وبالتالي فهيحصل في كل واحد منهم قيمة سترين بوزيتيف ابسلون، وعشان كده باجي تحت ابسلون 1 احط ابسلون وتحت ابسلون 3 واحط ابسلون في الجدول بتاعي قدام ايه في اول صف اللي هو خاص بالنورمال فورس. طيب بالنسبة لار 2 وار 4، ار 2 وار 4 دول سترين جيجز عرضية لاترال، رغم ان هما لاترال هيحصل فيهم سترين عكس اللي بيحصل في الاكسيال، دي اول حاجه، وقيمتهم اقل مضروبه قيمه السترين اللي بيحصل في الاتجاه الاكسيال مضروب في ميو وفي اتجاه واشارته عكسيه، يعني اذا ار 2 هيحصل فيها ناقص ميو ابسلون وار 4 هيحصل فيها ناقص ميو ابسلون، وبالتالي يبقى انا عندي قيم السترين موجوده في ار 1 وار 2 وار 3 وار 4 اللي هي ابسلون 1 وابسلون 2 وابسلون 3 وابسلون 4 اللي هم ابسلون وناقص ميو ابسلون وابسلون وناقص ميو ابسلون. اطبق بالقيم بتاعت ابسلون من ابسلون 1 لابسلون 4 في المعادله بتاعت ابسلون داش، هلاقي ايه؟ هلاقي ان ابسلون 1 ناقص ابسلون 2 زائد ابسلون 3 ناقص ابسلون 4 تساوي ابسلون ناقص ميو ابسلون زائد ابسلون ناقص ميو ابسلون، لما اجمعهم مع بعض هيديني 2 ابسلون في 1 زائد ميو. بنفس الطريقه لو حصل عليه بندنج مومنت اعتقد هيحصل نفس الاسترينز، لانها كلها على لان دول ملزوقين كلهم على سطح واحد، وسطح واحد هيحصل عليه ايه نوع واحد من الاستريسز وليكن تنشن نتيجه البندنج مومنت، وبالتالي هيحصل عليه نفس الاسترسز، وبالتالي هيكون ليه نفس الابسلون داش 2 ابسلون في 1 ايه زائد ميو. اخش بعد كده على التمبريتشر وهلاقي الاربع سترين جيجز هيتاثروا بالسترين فيحصل فيهم كل واحده منهم ابسلون، والابسلون داش بتاعتها هيطلع بتساوي صفر هيبقى كومبنسيتد، واما بالنسبه للتوستنج تورك فما فيش حاجه منهم على زاويه 45 درجه يبقى كل واحده منهم بصفر، وبالتالي يبقى الريزلتنت برضو بايه بصفر، واقدر من كده اوصل للايه للجدول بتاع الدي فاكتور. جدول الدي فاكتور يوضح لي ان هذه الدايره بهذه التوصيلات او الكونكشن بتاع السترين جيجز اللي واضحه قدامي ديا بالترتيب ده هو ار 1 وار 3 موازين لبعض وار 2 وار 4 عرضيين عليهم، ممكن يحسوا لي بالنورمال فورس وبالبندنج مومنت والاثنين بنفس الحساسيه بقيمه 2 في 1 زائد ميو، وطبعا ميو دي هو معامل بواسون، وبواسون ريشيو ده قيمته بيبقى في حدود 3 بيبقى 3 من 10 بالنسبه للميتاليك ماتيريالز، وبيتراوح ممكن يقل يوصل ل 25% او يزيد ل 32 33% حسب نوع الخامه وحسب نوع اذا كانت الوي ماتيريال حسب نوعيه الالويز اللي موجوده فيها. المهم ان هذه الدايره انا عشان استخدمها من الصعب ان انا استخدمها
بدون ما الواحد يبقى واخد باله ان لابد ان انا عشان استخدمها اكون متاكد ان انا عايز اقيس مثلا بيها بيندنج مومنت فقط، واكون متاكد ان هذا الاوبجكت بتاعي معلوش اي نورمال فورس ومش هيجي له اي نورمال فورس، او استخدمها في ان اقيس نورمال فورس ومتاكد 100% ان مفيش اي بيندنج مومنت مؤثر على الايه على الاوبجكت بتاعي. لكن لو الاوبجكت بتاعي فيه احتمال ان يكون تيجي عليه نورمال فورس ما اقدرش استخدم البيندنج مومنت، او في احتمال يجي عليه بيندنج مومنت فما اقدرش برضه استخدمه ان ايه اقيس بيه نورمال فورس، لان الاثنين مع بعض هياثروا في قيمه الاسترين اللي هيحصل في الايه في السرينج في السرينج جيجز، وبالتالي الايرات بتاعته تبقى ايرات ايه غير سليمه.